مليون دينار عراقي. اي مقابل شنو؟ تدعو زيارتك هسه ترجع لي. مقابل شنو؟ مقابل تعوف الخدمة مال الإمام الحسين وترجع لي. لأنه تعوف خدمة الإمام الحسين وترجع لي. لأنه تعوف الخدمة الحسينية زيادة بس على شرط واحد. شنو؟ أنه ترجع لي زيارة. لأنه هسه أنت رايح الإمام. أقول لك ارجع ما تفضل. لا يا عم اخذ المليون لك وروح ولا تقول لي اعيف الامام. ملايين الدنيا كلها ما تغنينا عن هاي الخدمه وهذا اللقاء من تعطيني انت المليون انا لو ادري بيه بهيش صيغه ما اسوي وياك لقاء. ليش؟ لان احنا ارواحنا نعطيها للحسين. اخ مش لو تعطيني ملك الدنيا. ليش عمو؟ ابو الحسين ما يلعب.